هل الذين يذهبون إلى الكنيسة الأرثوذكسية فقط هيروحوا الملكوت؟ أنا متأكد إنهم هيروحوا الملكوت، ومش عارف التانيين هيروحوا ولا لأ، ده لا أقدر أقوله. يعني في إيدي أقوله دلوقتي، أنا متأكد إن القبط الأرثوذكسي طالما ماشي في مخافة ربنا وعايش في الكنيسة محدش يقدر يبقى ابن المسيح لو الكنيسة مش أمه، يروح الملكوت. الباقي هيسأل هو. كنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الوحيدة التي لم تتحرك ملي واحد من أيام ماري مرقص لحد الليلة. ورومية 50 خرق دنيا، 1000 وشوية كاثوليك، 1521 بروتستانت، 2000 وشوية لا طائفين، وهي ما اتحركتش مكانها. وأنا شايف إن ربنا بيأتمن الكنيسة القبطية على المسيحية. عمالين يبيعولنا الأديرة، يبيعولنا الكنائس، يبيعولنا المراكز، يبيعولنا، وكأن ربنا خلاهم يعملوا ده عشان يرجع يأتمن الكنيسة القبطية على الإيمان المسيحي. أنا متأكد عندي سكة سليمة وماشيين فيها من زمان واتحركناش كده ولا كده. طرق الواسعة السهلة التاوية مش مضمونة توصل ولا لا. هو بقى يروح الملكوت أو ما يروحش، أنا مقدرش. يعني أنا أقدر أنا واقف دلوقتي قدامكم أقول فلان يدخل فلان ما يدخلش، ده يدخل فلان ما يدخلش، مش بتاعتي. لكن أنا عارف متأكد منه إن الأقباط الأمناء بيروحوا الملكوت. عندي دليل تاني جميل إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قدمت أعظم نماذج مسيحية في التاريخ المسيحي أو التاريخ البشري. آخرهم 21 أبهروا الملحدين، أبهروا الوثنيين، مش أبهروا البروتستانت وشهود يهوى، أبهروا البوذيين، يعني أبهروهم. إيه ده؟ تعرفوا إيه ده؟ ده النموذج القبطي، ده الناتج النهائي بتاع تعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. العمال عمال نقاشين، عمال بنا، مش مدرسين لاهوت. ده انا اعرف مدرسين او اساتذه عهد جديد ملحدين. ايوه، والسبب ان استاذ العهد الجديد وملحد ان استاذ العهد الجديد مش تلميذ العهد الجديد، استاذه. من ضمن الأدلة الكتيرة قوي إنها سليمة، النموذج النهائي هو الناتج النهائي.